كنت رايحين للشيخة عزيزة تعمل له. العين على مين؟ عين ايه ومين ايه؟ ده البت لما مؤاخذة كانت بحفلة شوية فخدتها لعزيزة ترقيها. العين على مين في بيت الشربيني يا لولا؟ على جهاد يا خالتي. البت دي بتخرف والنعمة بتخرف. ده هي راكبها جن. بت الجن راكبها جن. صدق انت شربات. بس اقول لك على حاجة، الجن اللي على بيتك ده كاد جهاد، ده اجدع واحد فيك يا سيدة. وهو احنا قد بيت الشربيني؟ ده احنا غلابة. لا احنا مش غلابة، وبعدين انا من حق اختار اللي هتجوزه. ايوه كده، هو ده الكلام. السنيورة دي طعم وتشاور وتختار، بس عشان ننول المراد لازم نعرف هنحط ايدنا في ايد مين. وهو انا هلاقي حد احسن منك يا خالتي احط ايدي في ايده؟ قولي لي وانا امشي على هواكي. وهو عبد الهادي هيوافق ان ليلى تتجوز ابنه؟ الله، هو ده بقيت حد. لو جهاد باله انشغل مين يقدر يقول له لا؟ والعشق ده سلطان ملوش كبير، اسأليني أنا يا استقدرية. المسألة بقى عايزة شرح عشان أفهم. اللي تقولي لي عليه هعمله يا خالتي.